الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إسلامية 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 إسلامية. رغم عنف النصرانية. رغم عنف النصرانية. إسلامية 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 إسلامية. رغم عنف البلطجية. إسلامية 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 إسلامية. نخبة ألف البلطجية. إسلام إسمه جرايد. إسمه جرايد. استحمل كويت. استحمل كويت. إسمه جرايد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الدخلية. البلطجية. الدخلية. البلطجية. الدخلية. بلطجية. يا سيسي يا سيسي يا سيسي يا سيسي. انا اسمي انا حبيب وبقول لك لو انت راجل انزل في وسطينا، ما تبعتش الشبيحه بتوعك. انزل في وسطينا زي ما محمد مرسي نزل في وسطينا. انزل في وسطينا، ما تبعتش الشبيحه بتوعك. نقول للشرطة وقوات الأمن والبلطجية كلهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بقالنا 47 يوم ماشيين معاكم سلمية، ماشيين معاكم باحترام، ماشيين معاكم بأدب. مش هينفع الأدب، مش هينفع معاكم الأدب. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. رسالة شعب مصر هنا بيقدم رسالة للبلطجية من الشرطة والجيش. لا سيسي ولا شرطة هينفع قدام شعب مصر تاني بعد ثورة 25 يناير. مفيش حد هيعرف قدام الشعب المصري تاني. ويقول لك إذا كنت هتفض ميدان النهضة ورابعة مصر كلها ميادين. مصطفى محمود مصر كلها ميادين. أنا بنادي الشرفاء من الجيش. فين رجالة الجيش؟ شعبكم بيموت. يا جيش يا جيش احنا خدمنا في الجيش وعارفين اللي في الشرفاء. اطلعوا اطلعوا لله اطلعوا لله. حرام عليكم. أنا بدعو كل واحد مصري شريف له ابن في الجيش يبعت يجيبه. أي مواطن مصري له ابن في الجيش يبعت يجيبه عشان الخونة عمراء اليهود والإسرائيل. كل شرفاء كل شرفاء مصر. اللي أنا بقوله للقيادات فوق إن هو لو فاكر إن هو لو فاكر الاعتصامات في الجيزة في الجيزة وربع بس مصر كلها هتبقى اعتصامات. مصر كلها هتبقى اعتصامات. احنا بنقول لسيسي المصريين كلهم نزلوا لك دلوقتي يا سيسي. واحنا دلوقتي سلميين وده اخوه من الرصاص اللي انت بتضربه بينا. اخوه من الرصاص. حسبنا الله ونعم الوكيل. واقول لكل قادات الجيش لكل شرفاء الجيش اتقوا الله اتقوا الله وقوموا على سيسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بنخافش من الرصاص.